شو قال ما بتحب تتصور ما صورة بس نظهر. طب ليش العلم اتطور والتليفون اتطور اتطور وحتى اخد سيلفي مع وجهك المنور. والله لا اطلع لايف وهز السوشيال ميديا قلن كرمال عيونك جاهز موت واحيا وكل البغاروا منك رح بعملن فوبيا يموتوا من قهرن كل ما يشوفونا شو مبسوطين. وقلن انتي حياتي وانت رفيق الدربي وانه على دقة قلبك ماشي النبض بقلبي ونصير ترند الاول بالعالم العربي ويقلدونا الاجانب توصل صورنا عالصين. أي مغروم متيم طاير فيك مغيم حدك قلبي مخيم وعيوني ما نيم انت بقلبي وقلبي واضح منو قلبي مفيم. والله لا هش الانستا وولع لك التيك توك ونزل صورتنا الحلوة بروفايل عالفيسبوك واللي تعليقه مثله رح ياكل مني بلوك. بدنا عالم بتحبنا ما بدنا عالم بتضار. انا شايف حالي فيك قد الدنيا كلها وحقي خبرهم مين الشمس اللي وصلت الله ومين اللي بعشقها وعندي اياها بعد الله. علنا انت اللي بحبك ما عندي بحبك اسرار. الميديا قلن كرمال عيونك جاهز موت واحيا وكل البغاروا منك رح بعملن فوبيا يموتوا من قهرن كل ما يشوفونا شو مبسوطين. وقلن انتي حياتي وانت رفيق الدربي وانه على دقة قلبك ماشي النبض بقلبي ونصير ترند الاول بالعالم العربي جانب توصل صورنا عالصين. مغروم أي مغروم متيم طاير فيك مغيم حدك قلبي مخيم وعيوني ما نيم انت بقلبي وقلبي واضح منو قلبي مفيم. والله لا هش الانستا وولع لك التيك توك ونزل صورتنا الحلوة بروفايل عالفيسبوك واللي تعليقه مثله رح ياكل مني بلوك. بدنا عالم بتحبنا ما بدنا عالم بتضار. انا شايف حالي فيكي قد